اهلا بيكم. هنتكلم عن ريلي وفيوزات مضخة البنزين نيو اكسنت. هنشوف اذا حدث مشكلة مع تشغيل المحرك ازاي بيتم الكشف عن ريلي وفيوزات مضخة البنزين. نحاول نشغل المحرك، بنسمع صوت المحرك لا يستجيب، ومع تشغيل الكونتاكت على اون بنلاحظ ان مستوى مؤشر البنزين مرتفع، يعني مفيش مشكلة في كمية البنزين. في الحالة دي اولا هنتأكد من فيشة البوجيهات اللي هي شماعات الاحتراق، بنتأكد ان الاسلاك سليمة مفيش قطع او تجريح، ونتأكد ان الاسلاك في مكانها الصحيح مفيش رجوع للخلف من اي خط من الخطوط. بنجمع الفيشة ونسمع صوت التكة، الصوت ده علامة الغلق الجيد. هنعمل ايه تاني؟ بنتجه الى علبة الريليات الرئيسية ونحدد مكان الريلي والفيوزات كما تعلمنا. الريلي فيول بامب، والفيوز الاول ACU A وقيمة الفيوز 30 امبير، والفيوز الثاني ING وقيمة الفيوز 15 امبير. ازاي حددنا الريلي والفيوزات؟ من مخطط دائرة البنزين بنقدر نحدد الريلي ونحدد مكانه في العلبة الرئيسية. الفيوز الاول ECU والفيوز الثاني ING. قدرنا نوصل للريلي والفيوزات. ببساطة هنشد الفيوز بالمشبك ونشوف هل الفيوز فاصل، بنغيره، واذا كان سليم لمبة التست هتنور. ولو عايزين نختصر كل هذه الخطوات، بنستخدم التست في الكشف عن خطوط الكهرباء في الريلي. الخط الاول مع الفيوز المباشر ECU A، والخط الثاني مع فيوز الكونتاكت ING. وعلشان نتأكد نغلق الكونتاكت، لمبة التست هتفصل، نفصل الكونتاكت، اللمبة فصلت. ده معناه ان خطوط الكهرباء تمام. اما اذا كان في مشكلة في الريلي فممكن نبدله بريلي اخر او نغيره بريلي جديد. نجرب نفتح الكونتاكت ونشغل المحرك. تمام، المحرك شغال تمام. بهذه الطريقة يتم الكشف عن ريلي وفيوزات مضخة البنزين للسيارة نيو اكسنت. في نهاية الحلقة بشكركم وإلى اللقاء.